تستمر ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بخرق الهدنة بقصفها العنيف على الأحياء السكنية في المدينة من مواقع تمركزها في تبة السفوتيل والمكلكل شرقا وجبلهان والربيع غربا. لا وجود لأي هدنة في تعز. ميليشيات الحوثي وصالح تعاود قصف المدينة بشكل عنيف، الضحايا كثر والجرحى كثير، المدينة تعرض لمجازر بشعة كل يوم. معارك الجبهات واختراق الهدنة لم يتوقف أيضا، حيث حاولت الميليشيات شن هجومها على المواقع المحررة في معسكر الدفاع الجوي، إلا أن شباب المقاومة الشعبية والجيش الوطني استطاعوا صد تلك الهجمات وإحراز تقدم جديد بعد قيامهم بالهجوم المباغت. نحن هنا بالدفاع الجوي مرابطون من بداية ما استولينا على هذا الموقع، والتزمنا بالهدنة من قبل المتفقين بالهدنة، ولكن الميليشيا الحوثية بالأمس فاعتدت علينا وهجمت بسلاحها الثقيل. حصار المدينة واستمرار قصفها بالأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات واشتداد المعارك في جبهات القتال، كلها أمور تحدث في ظل هدنة لم يلتزم بها هنا في تعز. تستمر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بخرق الهدنة عبر هجماتها المكثفة على مواقع المقاومة الشعبية، بينما يؤكد رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التزامهم بالهدنة مع حفظ حقهم بالرد. حمزة أمين، قناة بلقيس، من معسكر الدفاع الجوي بتعز.